هستأذنك معانا تليفون. الو مدام وفاء. ايوه يا استاذه، اتفضلي. انا دلوقتي جوزي اكبر مني سنا، وضرب واهانه وشتيمه، وطلقني 3 مرات، يمكن دي الطلقه الثالثه. طلقني شفوي، ولما جبت المأذون عشان اخد حقوقي يقول لي لا امشي اطلعي بره، ومعايا منه 3 اطفال. فانا مش عارفه اعمل ايه، وراجل يعني ضرب وشتيمه واهانه وتعزيق وطرد من البيت ومش عارفه. وبعدين بيقول لي انا مش هديكي حاجه، يعني انا لو جرالي حاجه انا مش هديكي حاجه ادي. فانا انا 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 كده مظلوم، يعني انا مش عارفه اذا كنت انا مظلومه او انا ظلماه او انا ايه، مش عارفه ومش قادره اكمل معاه. يعني انا مش قادره اكمل معاه، واهلي بيقول لي عيشي عشان خاطر العيال. انا عشت قبل كده عشان خاطر ولادي، وبرضه ما فيش فايده. نفس الاسلوب هو ونفس طريقه كلامه هو، وللاسف ما بيدينيش حق انت حق الشرعي اللي هو يعني اللي شرع فيه ربنا. ادي حاجه. والحاجه الثانيه ان في واحد خد منه فلوس، وفي الاخر ان هو اتبلى عليا اللي انا اللي اديت له الفلوس ديت، ومش عارفه برضه اعمل معاه ايه، ومش عارفه ان انا اتواصل مع الشخص دوت عشان يجيب له حقه وانا امشي. يقول لي اديني فلوسي وهطلقك، انا كده مطلقك. يعني احنا لسه قربنا الاسبوع اللي فات انا جاب المأذون عشان نخلص موضوع الطلاق بهدوء، رفض. رفض يقول لي لا جيبي لي فلوسي وامشي اطلعي بره، امشي اطلعي بره. على قولت امشي اطلعي بره. طب انا عايزه اسالك سؤال، وبعد كده يعني بالتاكيد دكتور هاني هيرد عليكي من الصوره العلميه طبعا النفسيه. ايه اللي وصل الموضوع؟ يعني ايه سبب المشكله اللي وصلت ان انتوا يبقى عندكم 3 اولاد؟ يعني وصلتوا للمرحله دي؟ انتوا في 3 اولاد من زمان. ده ايه الاساس بقى؟ ده من حضرتك، يعني من ساعه ما اتجوزته، من قبل ما اخلف وافكر في الجواز، لان هو كان عنده عيب وانا اللي عالجته وانا اللي وديته مثلا للدكاتره وكده، وربنا كرمني بالاطفال ديت. بس انا مساعد ما اتجوزته واحنا على طول في مشاكل، لدرجه يا استاذه اللي انا عملت يعني انا انتحرت، يعني انا قطعت شرايين ايدي عشان اتخلص من الحياه. ليه كده؟ لا طبعا هو طبعا انا تعبانه نفسيا، يعني انا تعبانه نفسيا، اهلي مش عارفين يعملوا لي حاجه، وانا عايزه ان القضاء ان هو يعمل. انا ضغط ان انا فكرت ان انا اخلعه عشان اخلص من اللي انا فيه، لان انا عايشه في اكتئاب. يعني عايشه معاه بس انا عايشه في اكتئاب، مش لاقيه راحتي، مش لاقيه حتى شكيله، مش لاقيه. وغير كمان ان هو بيسلط عليا ناس بيخليهم يكلموني، لان انا سني صغير وهو سنه اكبر مني، يعني يعتبر قد والدي. طب انا بس يعني حسسنا يعني حاجة هنعملها. أنا بس هستأذن مخرجنا الجميل ومن الكنترول إن حضرتك تسيبي رقمك، وحالا كمان الدكتور هيرد عليكي. وطبعا لو في أي مساعدة هيقدر أي حد مننا، من أي حد جوه داخل، يعني إذا طبعاً كان فريق عمل برنامج الطبيب، أي حد من قناة المحور، أي حد ممكن بيشاهدنا هنقدر نساعدك. ده بالفعل هنعمله، ودي خطوة أنا ببتديها إن شاء الله تتم، وهنخلي حالنا الدكتور هيرد عليك. أنا مستعد تحت أمرك والله. طبعا أنت مغلوبة على أمرك ومظلومة، والراجل ده راجل قاسم، ودي النماذج السيئة اللي بتسوق سمعة الرجالة. في رجالة كتير محترمة جدا وبيحترموا الناس اللي موجودة معاهم، لكن ده نوعية من الناس كله انتقام وحقد وغل. وهي في نقطة كمان يا دكتور، وهي مش عايشة في أمان. يعني هو ما كانش بيخلف وهي عالجته وقفت جنبه، يعني. وغير كده كمان عايز أقولك حاجة، الأمان اللي هي مش عايشة فيه والذل والقهر اللي هي عايشة فيه ده وصلها لمرحلة، شوف بتقولك أنا هنتحر. طب وهي لما تخسر حياتها وتموت موتة، يعني ربنا مش راضي عليها بسبب إنسان سوق حياتها. يعني الحالات اللي زي دي لما واحدة تعيش بتنضرب بتتهان بيتعمل فيها كل حاجة، وثلاث أطفال شايفين المشاكل دي كلها قدام عينيهم، عايز منك فلوس أو عايز منك إيه. وبيخلي كمان في نقطة محدش خد باله منها، يخلي ناس يكلموها عشان هي صغيرة في السن، عشان يوقعوها رجالة، مستقوي عليها. لا، رجالة يوقعوها في الكلام علشان خاطر إن كانت هي تضعف معاهم أو تتكلم، ويمسك عليها كمان حاجة مثلا وحشة علشان خاطر يطلعها من كل حاجة بدون أي حاجة.